بالمزيد من المتابعة كمان عشان نطمن على الإجراءات اللي بتتم في الإسكندرية لمواجهة أي تداعيات للعاصفة دانيال. بنرحب على التليفون باللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية. صباح الخير على حضرتك يا فندم، وأهلا بيك معنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا أستاذ جمانة، صباح الخير يا أستاذ أحمد، صباح الخير يا سيادة اللواء. أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين جميعا. أهلا بحضرتك يا فندم. يعني في البداية لو حضرتك تكلمنا وطمنا عن الاستعدادات القصوى اللي تم العمل بيها فور الإعلان عن العاصفة دانيال ودخولها لمصر. احنا طبعا متابعين مع السادة فايت الأرصاد الجوية على طول ساعة بساعة وتوقيتات، وقبلها ب 48 ساعة لو في أي حدث يبلغونا بيه وبنبقى جاهزين ليه. احنا بنستعد دايما للشتاء في الإسكندرية من نهاية الشتاء السابق، يعني احنا من شهر 3 اللي فات واحنا بنستعد للشتاء بتاع السنة دي بعمل تطهير ورفع كفاءة ومتابعة كل ما يتعلق بشبكة الأمطار وشبكة الصرف الصحي. نعم. احنا عندنا في اسكندرية خلال العام الحالي ربنا كرمنا برضو بالمرحلة الثانية من مشروع استراتيجية الأمطار، شغال دلوقتي على قدم من وساق. نعم. عشان بإذن الله يعني خلال الفترة يعني إن شاء الله مش كبيرة قوي يتم فصل مياه الأمطار كلها على مياه الصرف الصحي، وتعود اسكندرية مع الأمطار تبقى يعني الشوارع تتغسل ويبقاش في أي تأثير على الحركة العمومية إن شاء الله. إن شاء الله، يعني ربنا يسلم الجميع. سيادة اللواء، عاوزين نعرف من حضرتك، طيب التنسيق اللي بيتم ما بين حضراتكم في شركة الصرف الصحي بالإسكندرية وغرفة إدارة الأزمة المعنية بإدارة الأزمة في حالة وجود كوارث طبيعية. أستاذ أحمد، إحنا طبعا على مستوى المحافظة بالكامل في تنسيق كامل بكل الأجهزة التنفيذية في المحافظة بقيادة مع الوزير المحافظ. نعم. يعني كلنا بنبقى يعني اتصال ببعض خلال اللاسلكي، خلال الواتساب. عملنا اكثر من اجتماع عشان الاستعداد للشتاء والنوات، طلعنا بمخرجات وننزل على الارض مع بعض عشان نشوف لو كل جهه مسؤول عن ايه تعمله. مجرد ما جالنا الانذار، يعني الكلام ده من حوالي اربع خمس ايام، احنا رافعين الحاله من اول امبارح، من يعني من يوم الاثنين صباحا رافعين الحاله، ورفع الحاله المقصود به انتشار كل سيارات الشركه وكل معداتها في الاماكن المتوقع تجمع فيها 100 امطار. نعم. ايضا تنسيق مع كل الجهات التنفيذيه بقى، عشان يعني الكلام تحت رئاسه المحافظه طبعا، ان احنا كل واحد ياخد الحته اللي هو مسؤول عنها عشان يعني ان شاء الله ما حدش يضار من مواطني الاسكندريه ان شاء الله في هذه النوبه. طيب سياده اللواء، حاله الطوارئ حضرتك قلت انها ابتدت من يوم الاثنين، هي مستمره وممتدة لمدة كام يوم ولا تقريبا ما فيش حد أقصى ليها، يعني لم يتم تحديده بعد؟ طبعا احنا بقول لحضرتك زي احنا مع الأرصاد، أنا كنت سامع الأستاذ نور بيتكلم حضرتك من شوية وبتتابع معانا، بتقول لنا إن يعني إن شاء الله بكرة في توقع في تحسن الأحوال وانتهاء فرص الأمطار. احنا مستمرين النهاردة إن شاء الله برفع الحالة لعند نهاية اليوم، ولو طمنا إن بكرة إن شاء الله ما فيش أي فرص للأمطار هتعود الحالة للحالة الطبيعية تاني إن شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله يعني ترجع الامور لطبيعتها وما فيش حد يعني يضار او يصاب بسوء. لكن عاوزين نعرف من حضرتك بقى، حضرتك بتقول ان كل سيارات يعني الشركه موجوده في شوارع الاسكندريه المتوقع فيها هطول امطار، هل في اماكن بالفعل شهدت هطول امطار وازاي تم التعامل معها؟ هو طبعا احنا بنقول لحوالي اكثر من 122 سيارة وأكثر من 30 بدالة موجودين في المناطق اللي متوقع فيها حدوث أمطار خلال النوة يعني. نعم. والحمد لله يعني ما فيش أي مكان في اسكندرية شهد أمطار، يمكن في منطقة أبيس بعض الأمطار غير مؤثرة. وإحنا نقول طبعا الحمد لله ربنا يحفظ اسكندرية ويحفظ مصر كلها ويحفظ العالم كله من أي تأثير من هذا التغير المناخي الحاد اللي بيحصل من دول. إن شاء الله.